أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية، ولم تسمح بدخول أي منها، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشاحنات من خلال عرقلة دخولها إلى المدنيين والنازحين بقطاع غزة الذين يعانون من أزمات وكوارث إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب من رفح. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية، لا زالت التطورات والتداعيات الإقليمية تؤثر بشكل سلبي على حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم ولليوم الثاني مباشرة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق بوابات منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية التي تحمل معونات ومساعدات إغاثية وغذائية ومحروقات للشعب الفلسطيني الشقيق، ولم تسمح لأي من هذه الشاحنات بالدخول حتى أو بالعبور من بوابة منفذ كرم أبو سالم. أمس أيضا كان هناك تعسف كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت فيها وبشكل كامل عدم دخول أي من هذه الشاحنات، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذا نحن أمام وضع صعب يزداد تعقيدا ويزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب التداعيات الإقليمية والإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص كبير في المواد الغذائية والبترولية اللازمة لعمل المستشفيات، وهو الأمر الذي حذرت منه مرارا وتكرارا منظمة الأمم المتحدة وخاصة برنامج الغذاء العالمي الذي أكد أن ازدياد هذا الوضع بهذه الوتيرة سوف يؤدي إلى وفاة العديد من النازحين بسبب قلة الإمدادات الغذائية، هذا أيضا بالإضافة إلى انتشار المجاعة في جميع أنحاء القطاع. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح البري، وأعود إليكم مرة أخرى.